بدر وين بتلعب يا بدر؟ بدر لعبها الله جول اول يسجل خالد محمد ابراهيم. خالد محمد ابراهيم يلعبها بالمغاص، بدر مطوع على راسه من الكلية العسكرية، خلاص متعود. شوف حقيقة، والهدف الاول بالراس للغطسية في اول 11 دقيقة. في اول 11 دقيقة بدر مطوع يصنع هدف من كرة ثابتة. شوف 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 الإعادة والعام. يا سلام على خالد محمد إبراهيم، رأسية قوية ما يلام ولا يقدر عليها سليمان ميرزا أبدا. هدف حلو من المدافع المتقدم من الكرة الثابتة. مساعد ندى، مساعد قدم، مساعد بيجرب نفسه وبيشوت ولا عالية. الله 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 اوه شايت ولا رافعها، لكن فيصل فيصل عجب يقول له خلاص خلاص انا اللي بسجل الهدف الثاني، انا اللي بسجل الهدف الثاني في الدقيقة 28 من كرة ملعوبة ملعوبة من مساعد ندى، ملعوبة من مساعد ندى على راس فيصل. شوف 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 مساعد هو معليها، نعم معليها لافة والمتابعة. شوف الفارق في الطول ما بين قراثيل وما بين فيصل عجب، لكن برافو عليك يا فيصل. المنافسة على الثمان هذه خطيرة خطيرة خطيرة، ويقول له العب ويقول له العب جول. بالمتابعة بالمتابعة سالم الفيلتشاوي يسجل في الدقيقة 25 في الدقيقة 25 الشوط الثاني. كرة حلوة بدأها حقيقة البديل مسعود فريدون وحاول فيها واللعبة العرضية. شوف هذه كرة علي نادر لما لعبها على طول مسعود أخذها صح ولف وشات، لكن تيت لي إبراهيم العازمي عرضية على طول متابعة سالم الفيلتشاوي. سالم الفيلتشاوي إذن يسجل الهدف الأول لفريقه لتصبح النتيجة 2-1.